دخلنا في العام الثاني في الشهر الاولاني انا وياها نفطروا تفطروا في نصف النهار هاي والتليفون هضرب اضرب التليفون شد التليفون غازرت له هاي علقت علقت قلت لها شكون قالت لي واحده بليده تخدم معايا هي نجم يكون هاي ما قعدت وقت تطلبني كان وقت الفطور هي مازالت ما كملتش الكلام والتليفون ضرب شدت لها يدها هز التليفون هز التليفون هز التليفون شكون ايمن ولد خويا قالت لي لحظه خاطر فماش ريزو انا طلع لك الفوق خذيت الدروج وطلعت انا شعمت خليتها ما طلعت سيء وانا لصفت الدروج وقعدت نصمت تصمت عندك ايمن ايمن صفا لاباس شنو حوالك والله يا راجلي بحذايا انا قاعدين نفطروا راجلي في الدار ايمن هو ولد خوها اي هي ايمن ولد خوها ايمن ولد خوها باهي قالت له اطلبني بعد شويه باهي وقتاش بعد شويه بعد ما نخرج نروح نفطر انا باهي بري نهز الكار ونمشي جماعه المعمل نروح بيهم هي هابطه من الدروج انا اختفت ما نكذبش عليك سي علي شديتها من شعرها اي ودزيتها قدامي على الدروج ضربتها لا بعداش ضربت تي علاش حطيتها في الطاوله اي من ولد خال لا ولد خوها ولد خوها حطيتها في الطاوله اي فكت لها التليفون جبت تليفوني انا اي النومر مش كيف كيف شكون قلت لها قالت لي اسمعني اسمعني هي إيه جبش تهرب هي باش تخرج برا وانا شديتها قلت لها مانيش مجرم اونتر بارونتيز فما حاجه ما قلتهاش ليك سي علي ريت وجهي انا كنت تاكسيستي انا العام الثاني تاع الثوره تاع الرمال اللي حرقوه في التاكسي يا رسول الله والثاني اللي قتلوه قالوا مات وحياه هو انا هاوك البركاش يا رسول الله يا رسول الله لطف عليك انا ولد عائله سي علي هي باهي فهمت قلت لها تو قالت لي من تقتل نقتل ما نقتلكش مانيش مجرم انا إيه فما قضاء فما قانون شكون هذايا قالت لي هذايا راه وقت اللي مشيت لدارنا وغبت عليك 25 يوم انا حسبت روحي تغششت واحد راهي بنت خالي اعطته نمرويا راه تعرفت عليه وليت نقابل فيه واحد على اساس باش يخوني باش ياخذك قلت لي انت مطلقه باش ياخذك وشنو اللي صار بيناتنا باش ياخذك مش معقول شنو اللي صار بيناتنا مش معقول بون سي علي ضربتها بزوج كفوف ما حقكش تضرب لا ضربتها لكن ما فقتش بروحي سي علي صدقني ونادم عليهم الزكفوف باهي نادم اللي حطيت يدي على 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 مرأة تشكي بها اعطيني الحاله هذيك باهي الحاله هذيك انا ما فقتش بروحي باهي خاطرني مانيش مخليها ناقصه حتى شيء باهي اعطيني تفسير قول هذا لانه هذا مش معقول قالت لي انا خاطيه بنت خالي هي اللي عطته نمرويا لا ما تقابلش راجل في غيابك حتى ولو هي في دار ابوها يرحم والديك تشد دار ابوها تقعد هذيك ما تقابل حد.